اللي هو بيعرج ده وكان عمال يترجانا معلش اوعى معلش مش انا قلت لكم يا جماعه ان اللغز ده كلام فارغ ما صدقتونيش انا بقى متاكده ان حل اللغز ده موجود في الثلاث كلمات المكتوبين باللغه الهيروغليفيه دي ووصلت الحاجه يعني خلصت معظم الرموز فاضل لي بس ثلاث او اربع رموز كده هقعد اعمل عليهم سيرش عشان اخلصه محروق السحر على الشعوذه على شورتك يا فتايه حقك عليا يا كبير طلع نصاب والبلد كلها تعرفه والحكومه عارفه ومش عرفني يا كبير فين زفت الصندوق ده اهو صندوق اهو يا كبير هكسره كسر ايه يا مجنون سيب مش محارب بس فهمت فهمت ايه يا جحش انت اللغز الثمان نقط اللي بينهم خطوط هم الصندوق الحل على السطح موجود وهو سطح من اسطح الصندوق ده يعني حارت ودارت فيه الناس وهو ده اللي حصل لنا دلوقتي تصدق معاك حق لو الكلام على الصندوق ده يبقى السطح هو الحته اللي فوق والاساس هو الحته اللي تحت اكزاكتلي exactly. طب وايه موضوع ده لولا الاساس ما كان السطح موجود لا دي حكمه كده بتتقال في الاخر عشان الناس تتوهم ويبقى في جو سسبنس اقعد افتي اقعد افتي بعرفك ده وصية الكبير خالص جدي إلى أبنائي وأحفادي أو أي شخص يجد هذا الصندوق ويستطيع أن يحل اللغز الموجود عليه لقد تركت ثروتي كاملة لك حلال عليك الثروة التي ظللت أجمعها طوال 50 عاما من عمري وقد جمدتها في صورة ذهب منعا للتلف وهي موجودة بداخل الصندوق إيه دي جنيهين ذهب ولكن ليست هذه هي كل الثروة التي تركتها الثروة الحقيقية التي يجدها من يفتح الصندوق هي الحكمة والصبر والعزيمة حلو قوي انت تاخد الصبر والعزيمة والحكمة والحاجات دي وانا اخد الاتنين جنيه ده هم يعملوا كام يا توماس؟ 2500 لا لا خليهم لك بس انا حلفت الحروف اللي ناقصة صنع في الصين صنع في الصين أيوة سيدي يا جون رجال الكرام معنا اليوم استنى يا جون يظهر في حاجة مهمة السفير ديفيد ماك I adore this film سوى شفته أكثر من 100 مرة لسه لغاية دلوقتي ما زهقتش منه توماس Are you crazy؟ جوني سوري أنت مش مقدر حجم المسؤولية اللي أنت بقيت فيها Easy man تقدر تقولي أنت بالك قد إيه عمدة؟ يعني like حبة حلوين اوكي الحبة الحلوين دول عملت فيهم ايه؟ nothing كل اللي انت عملته انك حلقت للبروجرام اللي احنا عاملينه وبقيت تعمل الحاجات اللي انت بتحبها بس اوكي I'm sorry من النهاردة هعمل الحاجات اللي انا بحبها وهعمل الحاجات اللي انت بتحبها كمان happy؟ come on البلد فين؟ اه صح البلد انت نسيت ان انت عمدة؟ نسيت ان العمدة ده لازم يتواصل مع الناس اللي في البلد؟ يعني اعمل ايه يعني؟ اروح لكل حد بيته اتواصل معاه شوية؟ سيب الموضوع ده عليا انا عندي الحل spirit man الميديا الميديا جوني هتخليك تخش كل بيت وتقول اللي انت عايز تقوله انت ما بتشوفش هوليوود والشقلبة اللي عاملاها في الناس ده حتى هنا في مصر الميديا عامله شغل جامد قوي عندك مثلا البلوفر اللي كان لابسه عمرو دياب في الكليب بتاع تملي معاك عارف اتباع منه كام قطعه 2 مليون قطعه ومضروبين ده المزريطه لوحدها شاريه ولا 10000 قطعه اوكي طب يو نو ان الدمبلز ال 3 كيلو في اي جيم في مصر بقى اسمه روبي بعد الكليب بتاع العجله عارفه بتاع ليه بتداري كده ولا نداري كده ولا السهر يعني انت عايز نعمل فيلم واو انا بطل يا جوني اوكي بطل ايه وفيلم ايه الهبل ده احنا هنعمل قناه المزاريتا تشانل جول مش كده الفكره دي جامده جدا بس هتكلف فلوس كتير في الاول بس لكن انت كده كده هتلم فلوسك وهتكسب يعني اعلانات سبونسرز انا موافق بس خلي الموضوع سيكريت عن مين بالله العيال دي عم تطبخ في حاجه ادينهم سابوه على الحال ده ود 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 طب واحنا مالنا ده حتى المثل بيقول صباح الخير يا جاري انت في حالك وانا في حالي خلينا في حالنا يا كبير بص يا جوني تعالى توماس بص
اللوك ده كويس بس ده احسن، حاسه اوريجينال اكتر صح؟ ثانيه واحده. رايت. بصراحه يا جماعه انا عاجبني اللوجو الاولاني. بس اللوجو الاولاني يا جون حاساه عادي يعني مش التاني احسن بكتير على فكره. ايه ده انتوا مالكم؟ انت طلعت بره الموضوع خالص، وانت نسيت نفسك ولا ايه؟ انا صاحب القناه، انت شغال فيها، اعرف حجمك يا توماس، انا ممكن ادمرك. اوكي كام داون، الحكايه مش مستاهله. بعدين احنا اتفقنا من الاول اي حاجه ليها علاقه بالستايل والفاشن. اوكي اشلي عملتي ايه مع شركه الستلايت؟ هم لسه باعتين ايميل حالا بيقولوا فيه ان الدفعه الاولى وصلتهم من البنك بتاعهم والتردد بتاعنا اتحجز. جريت كده يبقى ابتدينا بجد. كده مش فاضل غير هدرس يجيب التصريح اللي بقالها اسبوعين واقفه، مش فاهم انا ليه هم معطلنا. التصريح وصلت. شفتي كم مهندس كده كان داخل صوتك في البهيمه؟ عندك حق يا كبير، بينهم مرقدين على مصيبه، بس انت عارف قرار الموضوع ده تلقاه كيف؟ كيف؟ انا اقول لك. انتج يا فوق. انتج اقول ايه؟ يعني ماني ماكش تعترف. عليا. اهلا اهلا يا كبير، خطا عزيز، انا ورت المخزن. افلم عليكم يا رجاله. ها عامل ايه الواد معاكم؟ متربس حبتين، اللي مشويه عيقل. اديله قد ايه؟ لا مش كتير، اديله ساعتين زمن دلوقتي. باه اكده هيموت طالع من المويه هدير. ده مهما كان يعني بلدياتنا وموته هيأثر فينا. ادرس تعال يا ادرس، ما تخافش انا مش هزيك، انا لو عاوز ازيك هزيك، انا مش عاوز. انت عاوز؟ احب على قدك يا كبير، مش عاوز. زين قول يا ادرس. اقول ايه؟ الناس دي هذيلا ساعتين هتعدين فيا ويقولوا لي قول قول، قولوا لي بس اقول ايه وانا اقول على طول. باه وانت ما قلتلوش اللي قلت لك عليه؟ جلابك ما قلتليش. انا اقول لك اللي قلت له عليه وما قاله لكش. قول دلوقتي. جوني وجماعته عم يطبخوا في حاده بقى لهم شوي. ايه هي؟ حاده؟ تفتكر ايه هي؟ ظاهر ان صحتك جت على الميه وجو المصايف يا هدرس. فزاع! عمري جلابك! اقول 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 اقول. قناه سيدوني هيعملوا قناه عتاجي على التلفزيون. قناه ويطلع التلفزيون والحاجات دي. ها اسمع يا هدرس، لو فتحت خشمك بكلمه واحده اخلي اكبر حته في جدك ده، ولا ليه انا هديك عينه مؤقتك ده عشان تفكر مليون مره قبل ما تفتح خشمك. يا اشرف امر يا كبير. اعمل الصح. تؤمر يا كبير. بلاش الصح يا كبير، بلاش الصح يا كبير. اعمل لي قناه اعمل لي عشرة. يعني هنعمل ايه يا كبير؟ اندهل الواد بسيوني ساد ده تعدش وحصلني على الدوار. امر جنابك. اسمع يا بسيوني وركز معاي زين. امر يا كبير. انا عاوز اطلع في التلفزيون. كيف يعني؟ عاوز تمثل؟ امثل كيف يا جاموسه؟ ما تستغباش. انا عاوز يبقى لي قناه كيف القنوات اللي بتجي على الدش دي. بسيطه يا كبير. بسيطه كيف؟ هتجيب لي 10,000 متر سلك وفيديو والشرايط اللي هنحطها في الفيديو ونزيعه للناس. اهدى يا بسيوني لا طخك. هتطير ولا ايه؟ وبعدين كمل. بس كده؟ بس كده؟ و80 جنيه شغل يدي. ماشي ماشي. وكده القناة هتاجي في التلفزيون؟ هتاجي يا كبير، والمزاريتا كلتها هتشوفها. حق هادي يا بسيوني، لو عملتها هيبقى لك الحلاوة. عيب يا كبير، ده أنا بسيوني ساد اللي دخلت الأوروبي واجي يجيب لي. أنت هتتنطط ياد ولا إيه؟ قصروا. الموضوع ده هياخد في يدك قد إيه؟ أسبوعين بكتيرة، وتلاقي البلد كلتها بتتفرج عليك وتبقى نجم كبير. اللهم صل على النبي. اسمع ياد، الموضوع ده لازم يتم كتيمي. لو حد خد خبر يا بسيوني حقطع شلقك وارميك قدام القطر رايح جاي، وبرضه همسكك السلك عريان. We'll be right back.
بكرة هيبقى يوم تاريخي. I can't wait man, I can't wait. أخيرا بكرة هاخد خطوة جديدة في مشواري الأسطوري في المزاريطة. عيب عليك يا جوني, أنا عمري وقعتك؟ أنت مالك بالموضوع؟ أنت كل ما أعمل حاجة عظيمة تحشر نفسك وخلاص؟ أنت حيالله إيه الفكرة؟ إيه يا جوني كام داون في إيه؟ يا جماعة أنتوا مش ملاحظين حاجة غريبة اليومين دول؟ لا مش اليومين دول, ده من زمان أوي أنت مش واخدة بالك. كل ما أعمل حاجة عظيمة وأسطورية يقول لي أنا فيها وأنا اللي أعملها. لا 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 مش هو ده قصدي. قصدك حبوب الشباب بدأت تطلع لك؟ إيه ده؟ أنت خدت بالك؟ باينة أوي بصراحة. بصي أنت خفة شوكليت وعصبية. بجد؟ لا حاجة تانية. إيه انطقي. يعني الكبير لا ليه حس ولا خبر ولا بينط لنا كل شوية كده زي عوايده. تلاقيه ملطوط بس في بهايمه ورجالته وزرايبه وقرايبه الحاجات دي يعني. ده حتى فزاع اختفى. فزاع حبيب القلب. فيزو بموت فيك يا فيزو, بليز ما سيبنيش يا فيزو. جوني دي اختي فيزو. يعيني عليك يا ود ابوي, يعيني عليك. عمال يحرت في مية ما داريش باللي هيحصله لما تنزل قناة الكبير. انت ما ناويش تعمل اعلانات في البلد ولا ايه؟ ناوي بس في الوقت الصح اللي هو ميت الوقت الصح ده. ما تشغليش بالك انت يا هدية, انا عاوزك تركزي زين في البروجرام السبوعي اللي هنحطه في القناة عندنا. اديني قاعد اكتب في البروجرام بتاع يوم الافتتاح. ها يوم الافتتاح ده لازما ولا بد يبقى على رأي المدعوك, ده يوم جامد جدي. توماس ها شكلي ايه؟ بيرفكت ستايل ها. طب قول لي الساعه باينه كده؟ باينه ها. اوكي ايه اقفش عشان ابقى جان؟ لا 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 انا عايز ابقى انا فانكي وايلد فاهم. ما تتدخلش في الملكش فيه, همشيك. اوكي يلا يلا stand by 5 4 3 2 1. صباح الخير يا مزاريطة, صباح اشتاط. النهارده يوم ميلاد قناتكم الفضائية الجديدة الجامدة جدي مزاريطة تي في. هتروشكوا وتفرفشكوا وفي مشاكلكوا هتحللكوا مع مزاريطة تي في. المزاريطة بقت على الخريطة. ايه عيد؟ مش عيد تاني, مش عيد تاني. مش هتديني اداء, انا عملت ده وخلاص خلص الموضوع. مش ممكن. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا الجديد برنامج الست الفت. النهارده اولى فقراتنا هي فقره الاكل, وطبعا كلنا بنحب الاكل بس نخلي بالنا عشان مش نبقى فات زي الدببه. والنهارده هنحضر اكله بسيطه جدا وهي فطيره البروكلي بالرمان. وانا عارفه ان الاكله دي كل الاطفال دايما بيطلبوها منكم, يا مامي عايز فطيره البروكلي بالرمان, يا مامي عايز فطيره البروكلي بالرمان, ودايما بيشتروها من بره. بس لا, نقول نو ونعمل ستوب ان ذيس بوينت ونخاف على صحه اولادنا وعلى الديجستيف سيستم بتاعتهم. احنا هنا في برنامجنا الست الفت مفيش حاجه اسمها مستحيل, مفيش حاجه اسمها ان البيبيز بتاعتنا ياكلوا من بره. احنا هنا بنعمل كل حاجه في بيوتنا بايدينا النظيفه, والمقادير بتاعتنا سهله جدا وبسيطه جدا جدا وموجوده في اي سوبر ماركت. والمقادير هي 1/2 كوب اوف زيت زيتون, 3 حبات رمان, بصلتين مبشورين, وبيض, وملح بيدوب في نص كوبايه ميه دافيه, والدقيق, وطبعا البروكلي. والبروكلي ده ايه؟ مش هو الكرات اللفت من غير ميه. نقول المقادير مره تانيه. ودلوقتي جه ميعادنا مع الفقره اللي بتحبها كل ست, عرض فظيع بل فوق الفظاعه من كل دفلهات العالم لخطوط الموضه لعام 2010. هيعجبكم جدا. هي الطنطة يا دي يا زوين, ده شكله بده كاس العالم للمقتبين. طب خلص خلص قبري لمك. But now that I've had time to absorb it, loving this. Bro,
خلاص. It's all working out. Yeah, I didn't throw any of that out. It's all working out. Me and Charlie, you two. You know what we should do? The flapneck chameleons of Africa simply prep a burrow for their kids, and then they leave them to fend for themselves. First, Mom uses her zygodactyl feet.